أهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع درس جديد من دروس النحو، هو بعنوان المجرد والمزيد من الأفعال. يعني إيه مجرد ومزيد من الأفعال؟ ما الأصل في الأفعال؟ حبايب الطلاب، الأفعال في اللغة العربية لها أكثر من شكل. ممكن نقسم الأفعال في اللغة العربية من حيث الزمن إلى ماض ومضارع وأمر، ومن حيث التعدي واللزوم اللي احنا خدناه السنة اللي فاتت اللي هو فعل لازم وفعل متعد، ومن حيث المعتل والصحيح. كنا نأخذ في الصف الأول الإعدادي أن الأفعال تنقسم إلى أفعال صحيحة وأفعال معتلة. أيضا الأفعال تنقسم من حيث التجرد والزيادة. يعني إيه تجرد؟ ركزوا معايا كده. الأصل في الفعل أن يكون على وزن فعل، يعني الأصل في الأفعال إنها بتكون على نفس كلمة فعل، كتب، قرأ. بنسمي هذه الأفعال أفعال مجردة. يعني أفعال مجردة؟ كل حروفها أصلية، ما ينفعش إن أنا أستغني عن أي حرف منها. إزاي؟ بصوا كده معايا الأمثلة دي. الفعل خرج وكتب وبدأ وشرح. ركزوا معايا في الأفعال دي، كل الأفعال دي على وزن كلمة فعل أو فعلة أو أيا كان. المهم إنها أفعال ملها، لو شلنا منها حرف اللي يحصل الفعل إنه بقاش بالنسبة لنا مفهوم. بصوا معايا للفعل خرج. خرج هو نفس الفعل رجا، ما ينفعش، أو رجا ما ينفعش. كتب لو شلنا منها مثلا الباء وقلنا كت، إيه كت؟ إيه علاقة كت بكتبة؟ يبقى الفعل عندي لما شلت منه حرف اختل، اتدمر، المعنى عادي مبقاش مفهوم. بدأ لو شلنا منه مثلا حرف الباء اهو دق، دق ايه علاقة دق ببدأ؟ شرح شلنا منه حرف الحاء وقلنا شر، هو شر لها معنى لكن مش معناها هو معنى شرح. فالأفعال عندنا في اللغة العربية هنقسمها برضو لقسمين، قسم يسمى الأفعال المجردة وقسم يسمى الأفعال المزيدة. فهنفهم يعني ايه أفعال مجردة ويعني ايه أفعال مزيدة. أفعال مجردة زي الفعل كتب أنا كنا نتكلم عنه من شوية، والأفعال المزيدة زي الفعل استخرج. فعل مجرد قلنا لو أنا شلت أي حرف من حرفه الفعل عندي بيبقاش ليه معنى، مش بيبقى مفهوم، فحروفه كلها أصلية. أما الفعل المزيد، مزيد جاية من كلمة زيادة، يعني الفعل فيه حروف زيادة، ممكن لو شلتها الفعل عندي يفضل زي ما هو، معناه مفهوم سليم ما فيهوش أي مشكلة. طب ايه اللي يثبت؟ الفعل استخرج اهو قدامنا، لو شلنا منه احرف زياده اللي هي الالف والسين والتاء، استخرج شلنا منها الف سين تاء بقت خرج، نفس المعنى اهو، المعنى واحد، الفعل عندي ما بصش، الفعل عندي فضل زي ما هو سليم. اذا معنى كده افعال مزيده لو شلنا منها احرف زياده بتفضل سليمه ومعناها واضح. اللي جاي دلوقتي لازم نعرف بقى نفرق امتى احكم على الفعل انه فعل مجرد وامتى احكم على الفعل انه فعل مزيد. نشوف الامثله. نجح طارق في الامتحان. الفعل عندنا هو نجح، احكم ازاي انه هو مجرد ولا مزيد؟ لازم يا تانية اعدادي لازم نجيب الفعل في زمن الماضي. اول قاعده عندنا اساسيه عشان نعرف الفعل اللي قصادنا مجرد ولا مزيد، لازم نجيب الفعل في زمن الماضي، هو اللي بيعرف. طيب ادي هو نجح مكون من ثلاثة احرف، معروف ان اي فعل في زمن الماضي مكون من ثلاثة احرف ده فعل من غير ما افكر فعل مجرد. يبقى الفعل عندي نجح نوعه ثلاثي مجرد. ايه بقى ثلاثي؟ لسه قلناها من شوية. احنا عارفين لما كنا بناخد في اولى اعدادي الافعال من حيث العدد كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان اقل فعل في اللغة العربية بينقسم الى ثلاثة احرف، وأكبر فعل في اللغة العربية من حيث العدد ستة أحرف. خلاص، يبقى أنا عشان كده أقل فعل عندي هو كام؟ تلاتة. يبقى أقل فعل تلاتة، يبقى ما دام عندي جالي فعل من تلات حروف يبقى وفي زمن إيه؟ الماضي، يبقى حروفه كلها أصلية، عشان كده سميناه ثلاثي مجرد. شوف الفعل اللي بعده. قال الرجل الصدق. فين عندي الفعل؟ قال. جميل. ها مجرد ولا مزيد؟ قال أولا متكون من تلات حروف وحروفه كلها كده أصلية، مفيش أي حرف منهم زيادة، طب يبقى هنسميه فعل إيه؟ ثلاثي مجرد. ممتاز. الفعل اللي بعده. نصرنا الله في الحرب. فين الفعل اللي عندي؟ في حد هيقول لي نصرنا؟ لأ، ما ينفعش،
الفعل اللي عندي بدون اي ضمير، دي برضو معلومة تانية لازم نعرفها. الفعل بحكم عليه انه مجرد ولا مزيد لازم اشيل منه الضمائر، ضمائر دي ضيوف جاية تضيف وماشية مش اصل من الفعل، ولازم نشيل منه اي حرف من حروف المضارع. لو شلت من الفعل نصرنا الضمائر او الضمير اللي قصادي هيبقى نصرة، صح كده؟ جميل. طيب يبقى الفعل عندي مجرد ولا مزيد؟ خلي بالكم انا مطلع الفعل قدامكم نصرنا، لكن احنا عارفين ان الضمائر مالها زيادة، خلاص احنا كده فهمناها، وحروف المضارعة زيادة. فعل عندي مكون من 3 حروف يبقى ثلاثي مجرد، لان في الامتحان مش هيجيبها لي بكل سهولة كده زي نجح او قال، لا ممكن يجيب لي فيها ضمائر، ممكن يجيب لي الفعل في زمن المضارع، فانا ابقى فاهم وعارف اشكال الافعال. زلزل المصريون الارض تحت الاعداء، فين الفعل اللي عندي؟ ممتازين، زلزلة. تعالوا بقى نقف مع بعضنا كده شوية. زلزلة عندي كام حرف؟ 4 حروف، يبقى ده فعل ايه؟ فعل مجرد، بس ماله رباعي. ايه ده؟ يعني ممكن الفعل المجرد يجي رباعي وثلاثي؟ ايوه، بس مفيش تاني. يبقى الفعل المجرد عندنا في اللغة العربية ينقسم الى قسمين، مجرد ثلاثي، مجرد رباعي، ما عندناش مجرد خماسي، ما عندناش مجرد سداسي. شوف الفعل اللي بعده، زخرف الفنان اللوحة. زخرف، لو شلنا اي حرف من الفعل زخرف الفعل عندي ايه اللي هيحصل له؟ معناه مش هيبقى واضح. اذا ده فعل ايه؟ فعل رباعي مجرد. وانا هفهمكم كمان وهديكم كده ملحوظة ان شاء الله هتسهل لكم الدنيا. ناخد المثال اللي بعده، دحرج اللاعب الكرة. دحرج، الفعل عندي هو دحرج، مكون من كام حرف؟ 4. طب لو شلت اي حرف منهم الفعل عندي هيختل معناه، الفعل عندي مش هيبقى واضح، فهو فعل ايه؟ رباعي مجرد. نقول بقى المعلومة، بصوا كده كلمة زلزلة، بصوا كده كلمة زخرفة، وكلمة دحرجة. اي فعل عندي على وزن فعللة، فعللة ماله؟ الفعل دوت بيكون مجرد، رباعي مجرد. خلاص كده عشان يبقى بالنسبة لنا الموضوع سهل. يبقى احنا كده فهمنا ايه؟ الفعل المجرد هو فعل كل حروفه أصلية لا يمكن الاستغناء عنها، وإذا حذف أي حرف من حروف هذا الفعل صار بلا معنى. شرحناها ووضحناها أكثر من مرة. الحاجة التانية، بصوا كده معايا، الفعل المجرد قسمناه لحاجتين، مجرد ثلاثي ومجرد رباعي. انتهى خلاص الكلام في جزئية الأفعال الإيه؟ المجردة. شوف الأمثلة اللي معانا دي، أنتج المصنع بضائعه. فين عندي الفعل؟ ممتازين، أنتج ده مجرد ولا مزيد؟ بصوا كده معايا وركزوا، أنتج لو شلنا منه الهمزة، على فكرة دي همزة مش ألف، دي اسمها ألف، أما اللي فيها همزة من أسفل أو من أعلى دي اسمها في اللغة العربية همزة. لو شلنا الهمزة من الفعل أنتج هتبقى نتج، نتج هي أنتج، نفس المعنى. إذا أنا كده قدام فعل إيه؟ فعل ثلاثي مزيد بحرف. نقف بقى هنا شوية، يعني ايه ثلاثي مزيد بحرف؟ مش احنا شرحنا من شويه ان الافعال عندنا لما جينا قسمناها تنقسم الافعال ثلاثيه ورباعيه وخماسيه وسداسيه، ورجعنا لسنه اولى اعدادي وقلنا ان اقل فعل في اللغه العربيه 3 احرف واكبر فعل في اللغه العربيه 6 احرف. فكل الكلام ده ممتاز. انا عندي فعل متكون من 3 حروف، ده 100% ايه؟ مجرد. لو زودنا عليه حرف معنى كده الفعل عندي هيبقى مزيد، فكل ان انا زودت له حرف بسميه ثلاثي، اهو هو ثلاثي اهو اللي هو نتج، بس مزيد بايه؟ مزيد بحرف، وهيبقى عندنا ثلاثي مزيد بحرفين، هيبقى كده وصلنا لكام حرف في الفعل؟ 5، وهيبقى عندنا ثلاثي مزيد ب3 احرف، 3 و3 6. فاهمين قصدي؟ عمليه جمع، يعني فعل ثلاثي مزيد بحرف هيبقى كده عندي كام؟ 4، ويبقى عندي فعل ثلاثي مزيد بحرفين هيبقى كده كم حرف في الفعل؟ 5، ممتازين. وهيبقى عندي فعل ثلاثي مزيد ب3 احرف هيبقى كم حرف في الفعل يا سنة تانية اعدادي؟ ممتازين، 6. يبقى هنا فين حرف الزيادة؟ ممتازين، الهمزة، نحفظها ونركز فيها. شوف الفعل اللي بعده، قابل طارق صديقه. فعل عندي قابل، وانا ممكن اقول قبل، قبل، فعل عندي ما بصش هو سليم،
يبقى ايه الحرف الزياده اللي عندي؟ تعالوا نشوف. يبقى ده فعل ماله؟ ثلاثي مزيد بحرف، واضح جدا الحرف اهو قدامنا اللي هو الايه؟ الالف. الالف بعد اول حرف عندنا في الايه؟ في المثال. ممتازين. ناخد المثال اللي بعده. علمني ابي الحق. هنا هنركز الياء تبع الضمائر تعتبر اصل من الفعل؟ لا خلاص نبعد عنها. والنون برضو ما لناش دعوه بيها لان الفعل اصله علم. ممتازين. علم، ما انا ممكن اقول علم. علم الفعل هو علمني، ممكن اقول علم. ده معنى كده ان عندي حاجه زياده، والفعل عندي لما قلت علم فضل سليم زي ما هو، المعنى عندي ما اختلش. اذا ده فعل ايه؟ ثلاثي مزيد بحرف. ايه هو الحرف؟ التضعيف. ممتازين. المثال اللي بعده. انطلق الصاروخ في الفضاء. فين الفعل عندي؟ انطلق. طب ده ايه ده؟ اولا ده متكون من 5 حروف وهو اصلا في الماضي. في الماضي متكون من 5 حروف. لا ده 100% ده مزيد. ده 100%. عارفين لو 4 ممكن ايه نقلق، لكن ده 5 مزيد. طب انت كده مزيد بكام حرف؟ انا ممكن اقول طلق، ممكن اقول نطلق. تعالوا كده نشوف مزيد بكام حرف. فكروا كده مع نفسكم. هو كده ثلاثي مزيد بحرفين. ده جديد اهو، ده كلام جديد. احنا نتكلم على الشكل الثاني، ان يكون عندي الفعل يتكون من 3 حروف وكم حرف زياده عليه؟ 2. ها اعتقد انتوا كده عرفتوا الحروف الزياده صح. انطلق الالف والنون، لان انا ممكن اقول طلقه والمثال عندي صحيح. المثال اللي بعده. انتصر المصريون في حرب اكتوبر. فين الفعل؟ انتصر. نوعه فكروا كده، ديكوا فرصه. ايه ده؟ ده ثلاثي مزيد بحرفين. طب يا ترى ايه هما الحرفين بقى؟ فكروا كده فيهم. الالف والتاء. طب ازاي؟ لو شلنا الالف وشلنا التاء هتبقى نصرة. ايه المعنى ماله؟ سليم؟ طبعا سليم، نصرة. ممتازين. المثال اللي بعده. اخضر الزرع. اخضر الزرع، فين عندي الفعل؟ اخضر. طيب ايه؟ فكروا كده، ما انا ممكن اقول خضرة صح كده؟ اذا عندي الفعل ده متكون من 3 حروف وفي حرفين زياده عليه، ايه هم بقى؟ فكروا. مش محتاجه خلاص. اخضر الالف والتضعيف. جميل جدا. شوف الامثله اللي بعدها. تقدم المجتمع بفضل ابنائه. الفعل تقدم. انا ممكن اقول قدم، قدم. جمله عندي مش اي مشكله، الفعل عندي سليم. يبقى ده فعل ايه؟ 100% مزيد. طيب شفتوا؟ ثلاثي مزيد بحرفين. فاكرين اللي كنا بنتكلم عنه؟ 3 + 2 = 5. ايه اللي خلاني حكمت؟ الفعل اصلا عندي في زمن الماضي ومتكون من 5 حروف. خلاص كلام واضح. يبقى ايه الحرفين الزياده؟ انا قلت من شويه قادمه، قادمه. ايه؟ يبقى ايه هما الحرفين؟ التاء والتضعيف. تقابل الفريقان في المباراه. فين عندي الفعل؟ تقابل. ممكن اقول قبل، قبل. فعل عندي سليم، معناه ما حصل لهوش اي مشكله. يبقى انا كده عندي الفعل مكون من كام حرف زياده؟ هو كده فعل ثلاثي مزيد بالحرفين. هم انا قلت قبل، قبل، التاء والالف. خدوا بالكم ان التاء معانا في كذا شكل، التاء والتضعيف، التاء والالف. ده بقى سهل جدا، سهل جدا. استخرج المهندس البترول. كان عندي الفعل استخرج. لو شلت حروف الزياده، طب بلاش نشيل حروف الزياده. لو قلت لو انا كده جبت الفعل خرج، المعنى صحيح ولا اختل؟ حلو جدا، المعنى صحيح. يبقى فين حرف الزياده اللي عندي؟ الالف والسين والتاء. ده احنا كده دخلنا في الشكل الثالث اللي هو ايه؟ الفعل عندي اساسا هو مكون من 3 حروف، زودنا عليه كام حرف؟ 3 عشان يديني 6 أحرف، ودي أكبر حاجة عندنا في الأفعال. يبقى ثلاثي مزيد ب3 أحرف. نيجي نقول حاجة، أي فعل عندنا هيبدأ بألف وسين وتاء بنسبة 99% ده فعل ثلاثي مزيد ب3 أحرف. أهو إيه طبعا حروف الزيادة؟ الألف والسين والتاء. شوف الفعل اللي بعده. تدحرجت الكرة على الأرض. الفعل فين؟ تدحرجت. ناخد بالنا من حاجه، في هنا كلام زياده عندنا، ده في هنا كمان ايه؟ في هنا تاء تانيث. تاء التانيث
عاملة زي الضمائر، مش أصل من الفعل. هي فين؟ أهي، نشيلها. يلا مع السلامة. الفعل عندي تدحرج. طب أنا مش ممكن أقول دحرج، صح؟ حلو جدا. إيه زيادة عندي؟ دحرج، بصوا كده معايا، دحرج ده كام كده؟ حرف أربعة، يعني لو حطيت التاء هيبقى نفس المثال اللي قدامنا، تدحرج. ده معنى كده إن الفعل عندي ده رباعي مزيد بإيه؟ بحرف. تعال نشوف أهو، رباعي مزيد بحرف. إيه هو الحرف ده؟ حرف التاء. مثال الآخر، اطمأن قلبي. اطمأن، الفعل عندنا اطمأن. أنا ممكن أقول طمأنة. طمأنة، شفت في الامتحان بنحل إزاي عشان نتأكد؟ هنعمل كده نفس الكلام اللي بعمله، طمأنة. ده الفعل عندي كده متكون من كام حرف؟ أربعة. طب أنا كده في حرفين زيادة، بنتكلم كده نفسنا في الامتحان عشان نجاوب صح. فين الحرفين الزيادة؟ أهم قدامنا، الألف والتضعيف. إذا ده إيه؟ ده رباعي مزيد بحرفين، وهما الألف والتضعيف. تعال نشوف معايا كده الملاحظات دي. لمعرفة الفعل إذا كان مجردا أم مزيدا بنعمل إيه؟ نرد الفعل إلى الماضي. لا تعد الضمائر وأحرف المضارعة من حروف الزيادة. الفعل المزيد ما حدثت فيه زيادة على أصوله. خلاص عرفنا فعل مزيد يعني إيه؟ يعني في زيادة على الأصول اللي هو فيه. ينقسم إلى قسمين، ثلاثي مزيد ب، فكروا كده معايا قبل ما أكتب، بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف. وعندنا الفعل الرباعي المزيد مزيد ب، واحد حرف أو حرفين. شوف معانا القطعة الجميلة دي، قطعة بتقول اللغة العربية التي نستخدمها الآن هي أقدم اللغات الحية على وجه الأرض، فقد أمضت من الزمان ما يزيد على 1600 سنة، منتشرة في معظم أرجاء المعمورة، يتحدث بها مليار وربع مليار من البشر، وليس سكان الوطن العربي وحدهم كما يعتقد كثيرون. شوف الإعراب، العربية، ما إعراب العربية؟ اللغة العربية، مفرد مفرد، مؤنث مؤنث. علامة الإعراب واحدة، وصفت اللغة بأنها عربية، ممتازين. نعت مرفوع وعلامة رفعه الضمة، هي أقدم، هي ضمير. وخدنا في رابعة ابتدائي وسنة خمسة إن الضمائر لما بتيجي اللي بعدها على طول بيكون، ممتازين، خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طبعا ليه الضمة؟ لأنه مفرد. منتشرة في معظم أرجاء المعمورة. معظم أرجاء المعمورة، ما إعراب كلمة المعمورة؟ لو قلت لكم منتشرة في معظم أرجاء، وقفت على كده، أرجاء هنا مش واضحة. إذا المعمورة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. كما يعتقد كثيرون، هو مين اللي بيعتقد؟ مين اللي بيفكر؟ كثيرون. إذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. جميل، كمل. تخرج من الفقرة، فعلين معربين وبين علامة إعرابهما. فين الفعلين المعربين؟ فكروا كده شوية، قطعة قدامكم اهي، اديكم فرصة. ممتازين، نستخدمها بالضمة، يزيد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن احنا عارفين الأفعال المعربة في اللغة العربية هي الأفعال المضارعة. السؤال الآخر، استخرج مضافا ومضافا إليه وبين علامة إعراب كل منهما، فين؟ فكروا كده. جميل، أقدم هي المضاف، المضاف يعرب حسب موقع في الجملة. اللغات هي المضاف إليه، والمضاف إليه من المجرورات. أقدم هي مرفوعة بالضمة، إحنا أصلا أعربناها خبر، واللغات مجرورة وعلامة جرها الكسرة. السؤال الآخر، تمييزا وبين نوعه. فين عندنا التمييز؟ فاكرين؟ أيوه، سنة. ده تمييز إيه ده؟ تمييز عدد. سنة تمييز مجرور وعلامة جره الكسرة. خدوا بالكم إن هي جاية بعد كلمة إيه؟ 600، الأعداد 100. سؤال آخر، فعلين مبنيين وبين علامة بناء كل منهما. إيه الأفعال المبنية؟ الماضي، الأمر، المضارع إذا اتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. ك
كده أصبحت واضحة. ها، ليس ده فعل ماض مبني على الفتح. إيه كمان؟ أمضت فعل ماض مبني أيضا على الفتح. اسمين مبنيين، عايزين اسمين مبنيين وبين علامة بناء كل منهما. ليكوا كده فرصة تفكروا. في ناس استخرجت اهي التي من الأسماء المبنية، الأسماء الموصولة مبنية، عدا اللذان واللتان، مبني على الإيه؟ على السكون. إيه كمان؟ الآن ظرف زمان مبني على الفتح. بصوا كده معايا في الأفعال دي نستخدمها: أمضت، انتشر، استعان، استطاع. إيه السؤال المطلوب؟ اذكر أحرف الزيادة في هذه الأفعال ونشوف بقى ده مزيد بقى بكم حرف، وده ثلاثي ولا رباعي، ونشوف الموضوع. نستخدمها، نستخدمها ده فعل مزيد بالألف والسين والتاء. حكمت إزاي؟ نجيب الفعل بزمن الماضي. استخدمها، أمضت، شفتوا الهمزة، أمضت بالهمزة، مضى خلاص الفعل عندي ماضي بالزيادة عندي الهمزة. طب انتشر، أنا مش ممكن أقول نشر، بصوا كده معايا، انتشر الألف والتاء، لأن لما قلت نشر الفعل عندي فضل سليم. استعانة، أنا مش ممكن أقول عانة، عانة جاية من نفس المعنى من الاستعانة. طيب حلو قوي، إذا هنا استعانة الحرف زيادة عندي الألف والسين والتاء. استطاعة، طاعة، هو طاعة من استطاعة، طبعا الاثنين نفس المعنى، المعنى عندي ما اتغيرش، أهم حاجة يكون عندي المعنى واحد. استطاعة الألف والسين والتاء. شوف المثال الثاني، الفعل تشارك، ماله ده؟ بصوا كده الاختيارات، هل ده مجرد رباعي ولا ثلاثي مزيد بحرف ولا ثلاثي مزيد بحرفين؟ فكروا، تشارك انا ممكن اقول شاركه، هنا التاء اهي مش موجوده والالف مش موجوده، اذا ده ماله؟ ممتازين، ثلاثي مزيد بحرفين. الفعلان رفع وغفر، اجعل الاول مزيدا بحرفين والثاني مزيدا بثلاثه احرف. الاول مزيدا بحرفين اللي هو رفع، يعني ممكن نقولها ازاي؟ فكروا كده معايا، ارتفع، ممتاز، فين عندي حروف الزياده؟ الالف والتاء. طب غفر، عايزه مزيد بثلاثه احرف، يبقى الفعل عندي كده مكون من كام حرف؟ سته. ممكن نقول ايه؟ ايوه صح اللي انتوا قلتوها، استغفر. مثال اخر، بين نوع الفعل من حيث التجرد والزياده مع بيان احرف الزياده من هذه الافعال. يعني احنا ايه اللي هيحصل؟ هنقول الفعل دوت مجرد ولا مزيد، ولو مزيد هنقول مزيد بكام حرف ونوعه ايه. استقبل، خدوا بالكم الفعل ده بيجي لنا كتير في الامتحان الشكل ده، استقبل، قبل، ها قبل، المعنى عندي ماله؟ سليم. اذا مزيد بالالف والسين والتاء، فبنسميه ثلاثي مزيد بثلاثه احرف. الفعل الاخر علم، علم، اهو علم، معنى واحد، يبقى ده ماله؟ مزيد، مزيد بالايه؟ بالتضعيف، فهنسميه ثلاثي مزيد بحرف. الفعل الاخر قال، قال، لا دي مش محتاجه بقى، ده كده ايه؟ ده ماله؟ ده مجرد، مجرد ثلاثي، مجرد عندنا ثلاثي ورباعي. الفعل اللي بعده يفهم، ده مضارع، معلش اجيبك في زمن الماضي، مش هينفع اجيبك في زمن المضارع كده. فهم، اه فهم، ده حروفه كلها اصليه، يبقى ماله؟ مجرد ثلاثي. شوف الفعل اللي بعده، يقاتل، يقاتل، ده ماله؟ ده في زمن ايه؟ المضارع، قاتل، قتل، يبقى ايه الحرف اللي عندي؟ الالف، مزيد بالالف، فبسميه ثلاثي مزيد بحرف. الفعل اللي بعده، احسن، حسن، حسن، يبقى ايه الفعل اللي عندي كده ماله؟ المشكله فيه؟ مزيد بحرف اللي هو الالف، ثلاثي مزيد بحرف. ينتفع، انتفع، على فكرة الموضوع سهل، أنا لما أشوف الفعل قدامي أصلا زي أحسن أهو، أنا بعده، أنت كم حرف؟ أربعة، يبقى أنت أكيد ثلاثي هتكون مزيد بحرف واحد، أنت أربعة. أنت ينتفع، انتفع، انتفع، ده كده لو عدينا خمسة، لا لا لا، ده 100% كده مزيد، ومزيد بكم حرف؟ ما دام خمسة يبقى حاجة من اتنين، يا مزيد بحرف يا حرفين. تعالوا كده نشوف، نفع، نفع، يبقى أنت كده ثلاثي مزيد بحرفين اللي هما الإيه؟ الألف والتاء. اللي بعده مادة، ده ثلاثي خلاص، مش محتاجين نفكر، جاي في زمن الماضي وثلاثي خلاص، ده مجرد ثلاثي.
وبكده نكون وصلنا لنهاية درسنا، وألقاكم في درس آخر. إلى اللقاء.